هنا بعد مساجد تخصيص خطبة يذكر فيها محاسن الميت ومآثر. ها؟ يذكر فيها محاسن الميت ومآثر. نعم. مثل عالم أو داعية، فما حكم هذا الفعل؟ والله أنا رأيي أن لا يفعل، لأنها في وقت أو في قرب موت العالم والداعية تعتبر من النعي، ولهذا تهيج الناس ويبكون. أما لو كان بعد مدة طويلة وبعد ما تنسى المصيبة وتذكر مآثره كتاريخ له، فهذا لا بأس به، لأن العلماء كلهم يكتب عنهم مآثرهم وآثارهم. أما أن يقصد بها التهييج والتحزن على الفقد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهو من النعي. وإذا جاءت برنة معينة صار من الندب أيضا. نعم. ولا يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الغزوات أنها نعى بعض الصحابة. إيش؟ أنها نعى بعض الصحابة. إيه نعم، نعاهم للسبب، هو نعى النجاشي من أجل أن يخرج الناس يصلون عليه، ولا نعاه وأثنى عليه وقال أخ لكم صالح، وفي روايات عبد صالح، من أجل الصلاة عليه. ما ورد خطبة بعد أحد الغزوات جعفر؟ لا لا، هذا أخبر بموته فقط في غزوة مؤتة، أخذها فلان وفلان فقتل، وأخذها فلان فقتل. هذا خبر بموته.